بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. حياكم الله يا أبناء الطلاب، وأهلا وسهلا فيكم في حصة جديدة لمادة الاجتماعيات للصف السادس الفصل الأول. عندنا درس راح نتكلم عليه إن شاء الله، وهو بعنوان تطور الحياة السياسية وظهور الدول الحديثة. تطور الحياة السياسية وظهور دول الحديثة. نفتح الكتاب المدرسي مع بعض. يقول لك: ما العلاقة بين أهمية موقع الخليج العربي وتطور الحياة السياسية؟ تكمن أهمية الخليج العربي في موقعه المتميز في قلب العالم القديم، وهو بين قوسين حاط لك آسيا وأفريقيا وأوروبا. إذن يا شباب، ممكن يجينا سؤال هنا بالامتحان يقول لك: ما هي قارات العالم القديم؟ آسيا وأفريقيا وأوروبا، أما القارات الأخرى تعتبر من القارات العالم الجديد اللي اكتشفوها يعني المستكشفين، مثل أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وقارة القطب الجنوبي المتجمد. طيب، ننتقل يا شباب للنقطة الثانية. يقول لك: تعتبر كطريق تجاري وممر مائي عالمي، مارس دوره كوسيط تجاري، وازدادت هذه الأهمية بقيام سكانه بممارسة أنشطة بحرية متنوعة. اذكرها، لا تذكرونها يا شباب قبل كم درس، يعني بعض الأنشطة اللي قاموا فيها أبناء دول الخليج العربي، مثل صيد الأسماك، صناعة السفن، التجارة، الغوص على اللؤلؤ، هذه كلها أنشطة بحرية قاموا فيها أبناء دول الخليج العربي، مما جعله نواة لوحدات سياسية. هذه المميزات جذبت للخليج العربي العديد من الهجرات في أزمان مختلفة، ومن هذه الهجرات هجرة العتوب اللي هم آل صباح وآل خليفة. آل صباح حكام دولة الكويت، وآل خليفة اللي أهما يا شباب حكام مملكة البحرين، إلى الكويت والبحرين طبعا، والمعاضيد في قطر، والبسعيد واليعاربة في عمان، والقواسم في رأس الخيمة، وبني ياس إلى أبو ظبي. وهذا يؤكد أن الموقع الجغرافي المهم والاستقرار لعب دورا كبيرا في دفع هذه الهجرات وغيرها إلى الخليج العربي، وساهم في ظهور وحدات سياسية تشكلت منها دول الخليج العربي. وباكتشاف النفط بدأ، أو تصديره طبعا، بدأت في مرحلة جديدة لدول الخليج العربي في تأثيرها في السياسة الدولية. إذن يا شباب، يعني لو تشوفون أن القطعة هذا تتكون في تقريبا من 10 أسطر، لكن مهمة جدا، فيها أسئلة عديدة. تمام يا شباب، ممكن يجيك سؤال في الامتحان يقول لك: علل تكمن أهمية الخليج العربي في موقعه. راح تقول: لأنه يقع في قلب العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويربط بينهم كطريق تجاري وممر مائي. أهم الأنشطة اللي قاموا فيها سكان دول الخليج البحرية: صيد الأسماك، التجارة البحرية، الغوص على اللؤلؤ، صناعة السفن. طيب، وراح نقول أن هناك هجرات عديدة، مثلا هجرة العتوب اللي هم آل صباح وآل خليفة، الكويت والبحرين، المعاضيد إلى قطر، البسعيد واليعاربة عمان، والقواسم رأس الخيمة وبني ياس أبو ظبي. طيب، نشاط رقم 1: استخرج من الفقرة السابقة مظهرا من مظاهر تطور السياسي لدول الخليج العربي. راح نقول: ظهور وحدات سياسية في الخليج العربي. ننتقل يا شباب للصفحة اللي بعدها. باء سببا ونتيجة، ورتبها بالجدول التالي. كاتب لك السبب والنتيجة. أول شيء كاتب لك نتيجة: جذب الهجرات إلى منطقة الخليج العربي. شنو كان السبب؟ راح نقول: قيام موانئ. السبب الثاني: اكتشاف النفط. شنو النتيجة؟ راح نقول: بدأت رحلة جديدة لدول الخليج العربي في تأثيرها في السياسة الدولية. جيم: بالتعاون مع معلمك استخرج تعميما. راح نقول يا شباب: جميع دول الخليج العربي لها وحدات سياسية. المقصود يا شباب في الوحدة السياسية يعني حاكم الدولة أو مشيخة الدولة. قبل لا تصير دول الخليج يعني دول مستقلة، كانت هناك وحدات سياسية تحكم هذه المناطق. يعني مثل الصباح كانوا يحكمون الكويتيين، مثلا المعاضيد القطريين وكذلك. طيب، نشاط رقم 2: استخرج من الفقرة السابقة حقائق تؤكدها الخريطتان. شوف الخريطة اللي قدامكم يا شباب، هذه خريطة العالم، نبي حقيقتين. راح نقول: للخليج العربي موقع جغرافي مهم. نكتب مع بعض: للخليج العربي موقع جغرافي مهم. قلنا أنه تكمن أهميته أنه يقع في قلب العالم بين قارات العالم الثلاث، آسيا وأفريقيا
وأوروبا، ويعتبر طريق تجاري وممر مائي عالمي. طيب ننتقل يا شباب إلى الخريطة الأخرى، راح نقول مكن الخليج العربي سكانه من ممارسة أنشطة بحرية مختلفة خاصة التجارة البحرية. إذن يا شباب التجارة البحرية كان لها دور كبير في تطور الحياة السياسية وظهور الدول الحديثة. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها، نشاط رقم 3، أكمل الجدول المقابل مستعينا بالفقرة السابقة. كاتب لك الاسم والمنطقة التي هاجروا إليها. أبو سعيد واللي عارفه قبل شوية قلنا يا شباب من راحوا؟ راحوا إلى عمان. طيب إلى الكويت والبحرين، من ننتقل للكويت والبحرين؟ راح نقول الصباح والخليفة اللي نقال لهم العتوب. طيب القواسم هاجروا إلى أي منطقة؟ رأس الخيمة. رأس الخيمة. ننتقل إلى نشاط رقم 4، نكتب على السريع يا شباب. يقول لك حدد على خريطة شبه الجزيرة العربية خط سير هجرة العتوب من منطقة الهدار اللي موجودة في نجد إلى منطقة الخليج العربية باستخدام الأسهم. الهدار يا شباب هذه منطقة كانوا موجودين فيها العتوب اللي هم آل صباح والخليفة، والجلاه مع عيال عمهم طبعا، لكن الحكام كانوا آل صباح والخليفة اللي حكموا الكويت والبحرين. طيب العتوب يا شباب اللي هم من قبيلة عنزة يرجعون لهم الصباح ويرجعون لهم الخليفة، كانوا عايشين في منطقة في نجد اسمها الهدار اللي هي النقطة الحمراء اللي انتم شايفينها هذه أمامكم على الخريطة، وتوجهوا بسبب يعني المشاكل اللي صارت، يعني القاحط، قلة الأمطار، قلة المراعي، المنازعات بين القبائل، توجهوا يا شباب إلى شبه جزيرة قطر، استأذنوا حاكمها طبعا وتوجهوا إلى شبه جزيرة قطر، بعدين تعلموا أكثر من مهنة وهاجروا من قطر إلى دولة الكويت مثل ما انتم شايفين في الخط الأبيض، هذا الخط السير الأول من نجد إلى قطر ومن ثم من قطر إلى الكويت. إذن يا شباب هذا هو خط سير قبيلة العتوب اللي هم الصباح وآل خليفة. طيب ننتقل يا شباب إلى نشاط رقم 5، أكتب أسماء دول الخليج العربية الست. طبعا دول الخليج العربية شباب 6 دول، الكويت، السعودية، وعمان، والبحرين، وقطر مثل ما أنا كاتبها لكم، والإمارات العربية المتحدة. نكتبهم على السريع، ماشي يا شباب؟ بعد قراءتك الكتاب المدرسي صفحة 57 والمناقشة الصفية أجب عن الأسئلة التالية. حاط لكم مجموعة من الأسئلة نبي نحلها مع بعض. قارات العالم القديم يمثلها على الخريطة أي لون، الأخضر أم الرمادي؟ طبعا يا شباب الأخضر اللي هم آسيا وأوروبا وأفريقيا. سؤال رقم 2، أكمل مفتاح الخريطة. قارات العالم الحديث القديم عفوا اللون الأخضر، وقارات العالم الحديث اللون الرمادي اللي هم أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، وقارة قارة القطب الجنوبي المتجمد. يقول لك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للخليج العربي انجذبت إليه هجرات من شبه الجزيرة العربية وخارجها. إذن يا شباب عندنا هجرات من خارج الجزيرة العربية وفي هجرات من داخل شبه الجزيرة العربية. يعني مثلا من داخل شبه الجزيرة العربية هجرة العتوب، كانوا في نجد بعدين راحوا قطر بعدين راحوا الكويت، ومن الخارج يعني بعد النفط قاموا الناس يجون يتوافدون علينا من كثير من بلاد الشام، العراق، مصر على سبيل المثال، الهند، باكستان، هذه الجنسيات كلها جت بعد اكتشاف النفط، لأن دول الخليج أصبحت يعني جاذبة للسكان بفضل وجود يعني النفط. اختر العلم المناسب من الدول الخليجية أو الخليج العربية للأسرة المناسبة. على سبيل المثال بني ياس، احنا قلنا حكام الإمارات أو بالتحديد أبوظبي، أبو سعيد عمان، آل صباح الكويت، المعاضيد قطر، آل خليفة البحرين. ننتقل إلى الشريحة الأخرى. خط سير هجرة العتوب على الخريطة يمثل أي حرف؟ حاط لك أنا ألف اللون الأسود، وباء اللون الأصفر، وجيم. حنا قلنا أن كان لهم خطين سير يعني محطتين، فأكيد راح نختار اللون الأصفر اللي هو من الهدار إلى قطر ومن ثم من قطر إلى الكويت.
طبعا راح تكون الإجابة باء. قارن وفق أوجه الجدول التالي: قبل اكتشاف النفط وبعد اكتشاف النفط، الفترة الزمنية والتأثير السياسي. الخريطة رقم واحد قبل اكتشاف النفط، الفترة الزمنية كانت يعني قبل اكتشاف النفط. التأثير السياسي راح نقول وحدة إقليمية غير مؤثرة سياسيا. بعد اكتشاف النفط راح نقول وحدات سياسية مؤثرة دوليا، لأن اكتشفنا النفط صارت عندنا دول مستقلة وفيها النفط، والنفط له دور كبير في لعب بعض السياسات. طيب ننتقل إلى الشريحة اللي بعدها. إذن يا شباب انتهى درسنا هالحين، وراح نقول لكم الله يعطيكم العافية، نتمنى لكم أصدق التمنيات والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير.